السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا يا جماعة، دي اول تحضيراتنا للفرح. عندنا فرح، وخمنوا اكتبوا لي في الكومنت فرح مين بالظبط. فاحنا رحنا وسط البلد، جنة كانت معايا وتوتا، جنة اللي بتصورنا وتوتا ماشية معايا اهي. رايحين بقى المحلات، هنوريكم احلى واجمل لبس. خليكم معانا بقى في الجولة دي، هعمل لكم جولة جامدة. اختاروا معانا اللبس، الفساتين، وكمان هنوريكم الشنط والجزم، وهنوريكم حاجات كتيرة حلوة. فخليكم معانا بقى، بس عايزين لايك جامدة كده وحلوة زيكم. وهفرجكم برضو على عبايات وعلى لبس الخروج. خليكم معايا لآخر الفيديو، حطولي لايك. والناس اللي متابعاني بقى اكتبولي وخمنوا فرح مين. بص بقى، ده أول محل دخلناه، ودخلنا محلات كتيرة جدا بصراحة يعني، وكان عجبنا حاجات. بس المشكلة ان مفيش حاجة جاية على قد جنة والتوتة، لان هما سن محير، لا هما اطفال ولا هما كبار، فعشان كده تعبنا جدا في الاختيار. بص الفساتين دي، بص الفستان السيلفر ده، ركزوا معايا. ايوه السيلفر ده كان عجبني قوي، وكان نفسي جنة تجيبه بس ما عجبهاش. هقولكوا حاجات كتير، وانتوا بقى اختاروا معانا وقولولنا ايه رأيكم. بصوا ده الفستان الابيض برضو، ده كان عاجب جنة قوي. جنة كل ما تدخل محل تركز في اللون الابيض، ودي على فكرة الاسود ده سلوبيتا مش فستان، الابيض ده منه كل الالوان. بصوا بقى مشينا تاني اهو، زي ما انتم شايفين دخلنا محل ده عرفة، فدخلنا فيه قلنا مول عرفة ممكن نلاقي في حاجة سواريه، بس بصراحة كله كاجوال فما لقيناش في حاجة سواريه. ده اللي عامل ترند يا جماعة النت، اللي هو دوت، وفي منه بقى الطويل وتحته تلبيسة عامل زي العباية كده، كان شكله حلو برضو بس ينفع خروج يعني. فخلينا مركزين دلوقتي في السواريهات. ده اللي احنا لسه في عرفة، طلعنا تحت ونزلنا فوق، طلعنا تحت، احنا قلنا بقول العكس، طلعنا فوق ونزلنا وكل حاجة زي ما قلت لكم في الحاجات الكاجوال بس. واسعاره على فكرة ايه يعني، عادية، مش اللي هو في تخفيضات زي ما اليوتيوبرز بيجوا يقولوا ان في تخفيضات جامدة في عرفة. عارفة ده اللي هو له فروع كتير، اللي بيجي في مع اليوتيوبرز بيروح يصوروا فيه. اسعاره عادية جدا، احنا بنقول لكم الحقيقة يعني. دخلنا محل تاني اهو في شارع قصر النيل، المحل ده في وسط البلد، احنا دلوقتي موجودين معاكم في وسط البلد. بصوا الفساتين زي ما قلت لكم يا جماعه، احنا مشكلتنا ان لبسنا محير يعني، ده لبس اطفال اهو يعني، مقاس جنه وتوته مكناش لاقيين مقاساتهم، يا اما كبير يا اما صغير زي ما شايفين كده. فانا حبيت اصور لكم برضو اللي عنده حد محتاج فساتين سواري. وكمان خليكم معايا للاخر خالص، فهقول لكم على مكان جامد مش في وسط البلد، المكان ده في مكان تاني. زي ما قلت لكم كده يا جماعه، خليكم معايا للاخر خالص، هقول لكم على مكان جامد هتلاقوا فيه اسعار حلوه قوي. اللي عايزني اقوله عن المكان ده يكتب في الكومنت. واسعاره احلى من وسط البلد، والستايلات بتاعته زي وسط البلد بالظبط، وفي كمان حاجات اجمل واجمل، واسعاره احلى بقى خالص يعني. وسط البلد انتوا عارفين ان هي بتبقى مقفره شويه، احنا متعودين ان احنا نروح نجيب منها، بس اتعرفنا على المكان ده سالنا ورحناه، وفعلا لقينا اسعاره حلوه قوي في الحاجات السواريهات. الشارع كله مليان سواريه، بس المكان ده مش في وسط البلد، في مكان جنب وسط البلد. فهنقول لكم عليه، اللي عايز المكان اللي انا بقول لكم عليه ده يكتب لي في الكومنت وانا اوصفه له بالظبط. شوف جنة دخلت زي ما قلت لكم، هي مركزه في اللون الابيض، هي بتحب اللون الابيض قوي. بصوا ده عامل ازاي، وانا بفرجه لكم مش اكتر، ومش عاجبني اصلا الستايل ده، في منه الالوان كلها. توتا كان عاجبها الفستان ده قوي، هي كانت عايزه حاجه كده ايه قصيره، وتلبس تحته بنطلون وتلبس عليه بادي. دي بقى برضو وانا ماشيه كده لقيت العبايات دي، فانا كنت برضو بدور على عبايه فقلت اصورها لكم. المحل ده مليان عبايات بس في منتهى الشياكه والروعه يعني، واسعارها بقى هي اسعارها هاي شويه، بس الحاجات كلها جامده يعني، كل العبايات اللي فيه جامده. الفستان ده برضو كان عاجب جنه، السلوبيتا دي بقى عجباني قوي، دي سلوبيتا دي بنطلون، شايفين اهي لما بتمشي كده بتبان ان هي بنطلون واسع، مش عارفه قالت لي على اسمها بس انا مش فاكره، بس عجباني عجباني يعني.
كل ما اروح محل الاقيها بس بايه، حاجات مختلفة، ستايل مختلف، بس هو نفس فكرة السلوبيتا، فكانت عجباني قوي وكان نفسي جدا تشتريها، بس ما كانش في منها الوان الا الاسود بس. كان في بقى الستايلات دي اللي انتوا شايفينها دي، صورت في الاسود وفي النبيتي، وحسيت ان هو برضو عايز ناس كبيرة زي ما شايفين. الحاجات دي حسيت ان هي ايه، شتوية. ده كان على المانيكان لابساه على جيب قصير، هو ده كمان على جيب قصير كده، فانا ده مش الستايل بتاعنا خالص. خليكم معايا في اخر الفيديو برضو، هوريكم احنا اشترينا ايه، وهوريكم الشوز وكل حاجة، وهتيجوا معايا برضو زي ما انا معوداكم كل حد مكان بروحه باخدكم معايا فيه. بشكركم جدا كل الناس اللي متابعيني. شوف دي بقى كنت بختار عباية، بصراحة حسيت ان العبايات اللي هي في الاول دي ان هي مش مناسباني، كل واحد طبعا له ذوقه، فهي بصراحة ما كانتش مناسباني خالص. هي حلوة وكل حاجة، كل حاجة حلوة وجميلة، بس كل واحد له ذوقه. وفي العباية دي برضو اهي، اللي عايز سعر اي حاجة يكتب لي وانا اقول له هي بكام، انا فاكرة كل الاسعار. في العبايات دي برضو الواحد لما بيشوف يعني ايه الحاجات كتيرة كتير ما بيعرفش يختار، على فكرة تبقى الاختيار صعب. العباية دي كانت عجباني قوي، بس كمها اللي مش عاجبني، لان حلوة قوي في اللبس بس كمها هو اللي مش عاجبني. بصوا جنة بقى، جنة كانت لابسة الفستان ده، فايه يعني كانت بتهرج وقالت لي هقيس، قلت لها خلاص قيسي، هو مش عاجبها اصلا، بس ايه قالت لي هقيس، قلت لها قيسي. بص بقى، والفستان ده برضه هو انا مش عارفة، مش عارفة له اصلا عدلة الفستان الابيض زي ما قلت لكم، جنة مركزة مع الابيض. وفي الستايلات دي توتا كانت تعبت وقعدت، وانا كنت عمالة بقى ايه ادور لهم على حاجة مناسبة ليهم زي ما قلت لكم كده. ده عايز بنات كبيرة، جنة لسه صغيرة، لسه في الاعدادي هي، وتوتا لسه ما راحتش الاعدادي. بس حبيت بقى اصور لكم كل حاجة كده وفرجكم عليها، تتبسطوا معانا كده. خمنوا بقى فرح مين، لو جدعين فرح مين اكتبوا لي في الكومنت، يعني اللي عارف فرح مين يكتب لي تحت في الكومنت. بصوا انا لحد دلوقتي ما اخترناش وما قررناش، زي ما انا قلت لكم احنا نزلنا مرتين، يعني نزلت وسط البلد دي مرتين، دي كانت اول مره، المره التانية انا مصورتش فيها، انا صورت لكم بس الحاجات اللي احنا اشتريناها بس. فخليكم معايا برضو وتابعوني وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا احنا جبنا ايه. ده توتا كان زي ما انا قلت لكم عايز تلبس حاجه قصيره وتحتها مثلا استريتش او كده، بس الحاجه دي برضو عايز حد كبير، يعني مش هتبقى حلوه على توتا، يعني مش مناسبه سنها اصلا. وفي الفساتين دي، وبصراحه كان في فساتين يعني جامده جامده، احنا ما صورناش كل المحلات، احنا دخلنا محلات كتيره جدا، يعني احنا من الصبح لحد اخر النهار لحد بالليل واحنا في وسط البلد عاملين نلف على المحلات. ده الفستان اللي قلت لكم عليه جنة ايه قسيته كده يعني تهريج يعني مش اكتر. ومشينا برضو تاني اهو، لقيت محل الشنط، المحل ده على فكره انا متعوده اجيب منه على طول، ارخص محل في وسط البلد للشنط. هو مش الماتيريال بتاعته جامده يعني حلوه، لان هو المصنع بتاعهم فعشان كده مرخص، فاسعاره حلوه، هتلاقوا فيه اسعار الشنط حلوه. اسالوا على المحل ده اسمه 3D، انا بجيب منه على طول الشنط والشوز والكوتشيات بتاع المدرسه، واي مناسبه برضو بنروح نجيب منه كوتشيات على طول، يعني سعرها بيبقى حلو، يعني دايما المحل دوت ما شاء الله الله اكبر، يعني بيبقى عنده زحمه برغم ان كل المحلات اللي حواليه بيبقى ما فيش زحمه خالص خالص، وهو بيبقى زحمه لانه دايما بينزل عروض. فانا سالته قال لي عشان المصنع بتاعنا اسمه 3D، واللي عايز العنوان بالتفصيل يكتب لي وما بيتوهش. يعني بصوا الشنط، تخيلوا ان الشنطة بتبدأ من 100 جنيه، وانت طالعوا في شنط كمان ب50، انا جبت منه يعني متعاملة معاه اصلا من زمان، دايما بجيب منه كوتشات وحاجته نظيفة، يعني ما تفكروش ان هي عشان رخيصة مثلا شوية تبقى الماتيريال بتاعتها وحشة، لا والله انا يعني بنجيب منه على طول على طول من زمان، بقالي فترة كبيرة قوي. وشوف انا اشتريت منه على فكره، بس مش هقول لكم، مش هوريكم الحاجه اللي انا جبتها دلوقتي، مش هقول لكم انا جبت ايه، ركزوا في ده. انا جبت حاجات من هنا اهو من الشوز دي، وجنة برضو جابت منه توته، وجبت لحمة كمان شوز، هوريكم بتاعها، ممكن اوريكم بتاعها.
هقراهولكوا دلوقتي. كل الحاجات دي كان عليها تخفيضات، حتى لما جيت المرة اللي بعديها مع اختي الاسبوع اللي بعديه كان في تخفيضات اكتر من كده. زي ما قلتلكوا يا جماعة، لما تنزلوا وسط البلد لازم تزوروا محل 3D. انا زي ما قلتلكوا والله الماتيريال بتاعته حلوة، وفي نفس الوقت اسعاره جميلة زي ما قلتلكوا بقى، عشان مش عايزة ازود في الكلام. انا جبت لحمة كوتشات من دي، ده كان عاجبني، هوريكم انا جبت له ايه دلوقتي. يعني هي دي كلها تناسب 6 سنين. وفي زيها برضو جنة جابت كوتشي من قدامها. على فكرة احنا كنا اخر النهار، يعني كان قبل المغرب على طول، وكان العروض كلها بقى بدأت ان هي ايه تسحب شوية في الباترينا، في الباترينا. وده محل جنبه، ده المحل اللي جنبه عنده شنط برضو. اه شنطه كانت جميلة، كنت عايزة بس انا كنت اشتريت بقى. يا جماعة أنا اشتريت توتشي ده، ماما وريتهولي حبيته، قلت أنا هاخده. نشرت الكوتش لونه ابيض من اللي انت شفته دلوقتي، كان عاجبني الشنط دي قوي، فقلت المره الجايه بقى عشان اشتريت شنطه من 3D. ده محل تاني كده جنبه برضو، اسعاره حلوه هتلاقوه. ودي الشنط كده تنفع للبنات كده توتا، جبت لها واحده في العيد منها، ودي شنط جميله زي ما انتم شايفين كده. فانا ايه حبيت اعمل لكم جوله كده للبنات اللي بتتفرج عليا. كل الحاجات دي هتلاقوها موجوده في وسط البلد. يا جماعة ماما ده بيت لي لبس العيد وتطش العيد. دلوقتي يا جماعة خلصنا جولتنا في وسط البلد، وكنا خلاص بقى تعبنا، فقلنا هنروح ناكل وبعد كده بقى هنروح. كان المغرب اصلا اذن، بس كان لسه كده الدنيا منورة. المهم ان احنا نعمل لكم سلسلة الفرح، ده اول جزء منها اللي هو مشترياتنا، وهنروح وهوريكم كل مشترياتنا، المشتريات اللي احنا جبناها. وبعد كده هوريكم شقة العروسة واحنا بنجهز في شقتها ونوضبها، وهوريكم برضو القاعة اللي احنا هنعمل فيها الفرح، وهوريكم الفرح وتحضروا معانا كل حاجة. فخليكم معايا وفعلوا زر الاشتراك. يلا يا جماعة ماما هتويتهم طول حاجة.